بنزيما بنزيما ويتا ولا يعرف لالجيري ويتا بنزيما جي لالجيري ويتا بنزيما ساعد لالجيري ويتا بنزيما وكان جزائري حتى هذا التيشيرت التيشيرت جاب تاع اديداس ما جاش جاب التيشيرت تاع لالجيري لالجيري ما لبسهش بوريز لي جا ودار نداء الوطن حاوستوه عيطوه سبيتوه ليكيديتوه ما هز ليكيديتوه واحد ما عطاه والو لالجيري حاجه ما عطاهالوش يا حاجه ما عطاهاش حبه دلاعه ما جابهاش معاه بنزيما والله حبه دلاعه ما جابهاش معاه الجزائر وبين خرج لايطرات اي بنت لها يجي لك يجي للبلاد خرجوا جيوش تاع الشعب بنزيما 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 على زيدوا لي على خرجتوا هكا الشكامه على محرز المنتخب الجزائري يقول لك كان سبب من الاسباب انهيار المنتخب الجزائري في كوب افريك اللي فاتت. اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما سمعتم معنا في المقدمه ديالو، هذا جزائري من بني جلدتهم انتقد الطريقه ديال المسؤولين ديال الاتحاد الجزائري لكره القدم والاعلام ديالهم على طرد رياض محرز من المنتخب الجزائري، وتكلم على الزياره ديال كريم بنزيما وصفها بالعشوائيه وقال لهم لا استقبال لا استفاده من كريم من الزياره ديال اللاعب الفرنسي. قال لهم اصلا هذا ماشي جزائري، يعني ما عندوش الجواز ديال السفر الجزائري، يعني عنده الجنسيه الفرنسية ومن أصول جزائرية ولكن لا يملك الجواز السفر الجزائري. قال لهم الغريب في الأمر أنه علاش ملي كان في الأوجع العطاء ديالو كيلعب مع ريال مدريد علاش ما جاش للجزائر؟ علاش نهار اللي قالوا له تلعب مع المنتخب الجزائري رفض؟ قال لهم بينما رياض محرز يعني نهار اللي عيطوا له قال لهم جا كيجري المنتخب، واليوم قال لك نهار اللي توج معاهم بألقاب وساهم في إنجازات ديال المنتخب الجزائري قال لك حوسوه وجراو عليه. قال لك كريم بنزيما قال لك جاب القميص ديال أديداس، قال لك لو كان جزائري حر قال لك يلبس القميص ديال المنتخب الجزائري، قال لك دلاحه ما جابش معاه الجزائر، قال لك وحنا خارجين واحد الفرحه وكاننا نشاهد هذا المشهد، يعني تمثيل شي جريمه، يعني حتى المشهد ديال الاستقبال ديالو عشوائي وكاننا عدنا الى العصر الحجري. انتقادات اذن كبيره من هذا الجزائري للزياره ديال كريم بنزيما، وقال لهم انا اللي بقى فيا هو علاش حوستوا رياض محرز، علاش اللاعبين اللي عطاو للجزائر وقرروا انهم يمثلوا المنتخب الجزائري في الاخير كل شيء انقلب عليه. وهنا في هذا الفيديو غادي نسمعوا الاعلام الجزائري شنو كيقول في رياض محرز. الغريب في الامر هو انه قالوا بان هذا السيد هذا ما بقى له ما يعطي المنتخب الجزائري، صافي يعني ما قادش يعطي المنتخب الجزائري من 2019، يعني ما قدمش الكثير للمنتخب الجزائري وحملوه المسؤوليه، وقال لك هو السبب في خروج الجزائر من كاس افريقيا الاخيره بالكوت ديفوار، هو السبب قال لك في خراب المنتخب الجزائري.